عيد الميلاد هالسنة رح يكون غير بلبنان. اللبنانيين المقيمين والمغتربين يلي جايين يعيدوا مع عائلاتهم على موعد مع عروضات عالمية مع عودة International Bubble Spectacular بنسخته الثانية بعد غياب 6 سنوات، ولكن هالمرة راجع بعروضات ميلادية عالمية لكل أفراد العائلة. 6 عروضات بهلوانية وسيرك ومفاجآت كتيرة رح يقدموها فنانين عالميين رح يتفاعلوا على المسرح مع الأهالي والأطفال ليحتفلوا سوا بالأعياد. وهالنشاطات رح تستمر على مدى 2 يومين بـ 27 و 28 كانون الأول الجاي بمسرح أنطوان شويري الحكمة الجديدة. لأول مرة بلبنان رح يكون عنا هيدا الانترناشنال بيرفورمنس، رح يكون عنا زيليونز اوف بابلز على المسرح، وأهم شيء إنه هو لكل الأعمار. البطاقات بلشوا ينباعوا بنهار، عنا 3 شوز، شو على الساعة 11 الصبح، 3 بعد الظهر، 6:30 المساء. ناطرينكم كلكم، اشتقنا للانترناشنال برودكشنز. مش بس هيك، نحن كمان رح يكون معنا تمنى اون بورد، لانه رح نكون عم نحقق احلام اطفال يمكن احلامهم كتير صغيره بس بفتره العيد، ناطرين شيء صغير حتى يفرحون. هالعروضات رح توصل على لبنان من بعد ما كانت انهت جولتها بالامارات وبقطر مع كاس العالم لتوصل على بيروت. حتى ما تروحوا عليكم هيك حفل ضخم، ما تنسوا تحجزوا مقاعدكم من هلأ عبر هالموقع الإلكتروني وبكل فروع آي ستايل وهوم بوينت بلبنان. نحن أكيد بحاجة لجرعة أمل، كريسمس بلبنان دايماً غير شكل، خاصة هلأ بعد الكورونا العالم رجعت، رجعنا لكل شيء عم يرجع طبيعي بلبنان. حمس أكثر لكوتيتي الصغيرة أنه بابل شو هيك. العروضات ما رح توقف هون بشهر الأعياد، وإنما لبنان رح يكون على موعد مع حفلات وعروضات عالمية لأهم الفنانين من بعد رأس السنة وصولاً لصيف 2023.